دكتور ناصر عبد العال، المستشار السياحي السابق لمصر في بكين، ومستشار الوزير السابق لشؤون دول آسيا، وخبير في التسويق من السوق الصينية لمصر. نتكلم النهاردة في كيفية استخدام تبادل العملات باليوان الصيني مع الجنيه المصري في مصر هنا، لأن في اتفاقية توقعت العام الماضي بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية في هذا الشأن، ولكن لسه ما تفعلتش على الأرض الواقع. والنهاردة اللقاء عبارة عن عصف ذهني بيننا وبين البنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين وجمعيات رجال الأعمال والقطاع السياحي والتجاري والاستثماري، وبنناقش ايه الفايدة اللي ممكن تعود على مصر من استخدام او تنفيذ هذه الاتفاقية. الحقيقة احنا لازم نرجع لنقول ان الحجم الاقتصادي الصيني بالقوة اللي احنا شايفينها على المستوى العالمي والتواجد الصيني على الساحة العالمية، وبيأثر ايضا على قوة العملة الصينية على مستوى العالم، وبالتالي هذا الامر سوف يكون مفيد حال ان يكون في المعاملات بين القطاع الاقتصاد القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار والسياحة في مصر مع مثيلتها في الصين. على سبيل المثال، لو قدرنا ننجح في ان نجعل السائح الصيني يستخدم العملة الصينية في الانفاق داخل مصر، ده هيساعد على زيادة حركة السياحة الوافدة من الصين لمصر، وبالتالي هيزود لنا العملة الصعبة اللي هتبقى من اليوان الصيني، لان اليوان الصيني اصبح عملة صعبة الان لانه اصبح في سلة العملات الاجنبية المتداولة عالميا، وبالتالي هنبقى كسبنا من داخل السياحة اللي هيزيد، لان ده هيوفر على السائح الصيني اللي اصبح يستخدم العملة بتاعته في الفيزا كارد اللي معاه او عن طريق الموبايل في اي مكان في العالم كله. ولكن السؤال، هل احنا في مصر استعدينا كبنوك مصرية لوضع القاعدة العريضة في المجتمع المصري، في المطاعم، في الفنادق، في المطارات، في كل الاماكن اللي فيها انفاق مباشر للمستهلك الصيني اللي جاي يعمل سياحة في مصر، ام ليس بعد؟ ده اللي احنا بنتمنى انه يحصل عشان نقدر نستفيد من هذه الاتفاقية.